ناجي الحق في ليل بهي من أصدق النجوى وأدعو الله يقولك يا زنو سبب نونجي بمكة جمال الله سبحانه إلهي صرت في ظرف عصيب فاكشف يا براكوان كفاي بسات انا عدر بون زليت تلالج نعم با الله تملكاج يا الله انتزاز تقبلج إلهي صرت في ظرف عصيب الله السلي يتدقف انباري اطلعي اطلعي يا ربي انا عبد لرد الطيب لا يقوى سببون تدرس عليه ميجباون زجج تدرج عليه كذا كالله سبحانه وتعالى تدق فعله ملاذي أنت يا ربي ملاذي أنت يا ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمين القائل وعلى الله فليتوكل المتوكلون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن أبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته شاهد بوحدانيته مقر بربوبيته والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام الدعاء والرحمة المهداة والنعمة المصداة سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا محمد وعلى آله ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد بجهده إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها أما بعد فيا قومي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري إن شاء الله الله سبحانه وتعالى فقعدك هنا أمنا يو نتب عن التوكل بالله سبحانه وتعالى بتشاء سلم الدقه في هنا توكل مالت على روح التوحيد يا توحيد الله ان عندي ما درج روح يهنو هيوتو هنا ولبي عقائد الاسلاميه هي اسلامي امنت عقيده وتش لب سلهنو توكل ينورال اي توكل ابزانيوچاچ زنگتنوال وين بتكل على تردانو بالم رداتاچنم يسون فريتا قواداش مونال چلنم زاري الله سبحانه وتعالى فقاد كهنا نتحدث عنه إن شاء الله فضل التوكل يتوكل فضل درجة من دنو التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوب توكل كلب عبادة وچ عملك وچست تلك ان درجة ميستونو وخلوق من أخلاق من أعظم أخلاق الإيمان كإيمان سنة مقبار وچست تلكون درجة ميست أو توكل له الله سبحانه وتعالى لبتشا مدقف رأس كل الله سبحانه وتعالى مستت بل هو كما قال إمام ابن القيم كزهيم ألفو إمام ابن القيم اندالوت التوكل نصف الدين توكل يدين الإسلام دين قماش لو يلالو ابن القيم عليه رحمة الله من يلالو قرآن اندال لداس سكوت يلالو يقرآن ملكت أستمهروت سجمكو يقرآن ملو ملكت سورة الفاتحة لأغنية وتلال الله أكبر يسورة الفاتحة دمو جمك إسايو يسورة الفاتحة دمو ملكت إياك نعبد وإياك نستعين أنتم بيتشا نقزها لن أنتم بيتشا بانتم بيتشا نتاقزها لن كزيتش لي يقرآن ملو دمر ملكت يزيوست أغنية وتلال ابن الكيم سلازي هالو والتوكل استعانة توكل استعانا ميلو نيزال والإنابة عبادة إنابة ودع الله من ملس ميلو دمو عبادة ميلو نتكالي لالو إهن استشهد بمن أدرقو بنبي الله شعيب قول عليه توكلت ألو شعيب وإليه أنيب ودع الله تدقف ودع السم من ملس هالو التوكل استعانة توكل زيلي استعانة ميزوني زال والإنابة عبادة توكل تلك درجة له لزامنا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عززاته أمر الله رسوله بالتوكل اندي سيلي عززاته وتوكل على الله أنت محمد بقيت أبا الله لي تدقف وكفى بالله وكيلا كما تدقف يا
كمتقيا بكل الله يبكحل. أمر المؤمنين عامة بالتوكل مؤمنان وچنم إذن الإسلام تكتايا وچنم فالله بچان لدقفو الله عززاته قرآن لي. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله من على الله الله لا إله إلا هو كالسوج جيتين لم وعلى الله بأ الله لي فليتوكل المؤمنون مؤمنانوج بأ الله بتشي دقفو. توكل يتككلن يا مؤمن مجلج أبهر يدرقو الله يقلسو على القرآن لي. فقد جعل الله تعالى من الأوصاف الأساسية للمؤمنين الصادقين تككلن يا لهون مؤمنانوج مجلج أبهر يدرقو تعالى الله سبحانه وتعالى كزيك رافلي من إلى الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إنما متلوش بعربية قانقة عادات حصر تبالا لك النزي جليل أدلو مالتان. إنما المؤمنون مؤمنان مالتكو نمان ناتشو الذين إذا ذكر الله الله سوسا وجلت قلوبهم لباتشو يدنكت النزي ناتشو وإذا تليت عليهم آياته يسوان قصوش سنببو زادتهم إيمانا إيماناتشو زادتهم إيمانا إيماناتشو يجمران قرآن سيسمو محاضرة سيسمو يا الله نقر سيسمى إيماناتشو يبرتل ليلا بهارياتشو من أمدت وعلى ربهم يتوكلون الله سبحانه وتعالى بتشانو مدقفت الذين يقيمون الصلاة صلاة بتككل ميقوماتنا ميساقدوا أثار الله ميقومات استقاكلوا وقتان خشوعا أدوان تبكوا ميساقدوات ومما رزقناهم ينفقون كستنا تشوز أقادموا إلى قسالوا أولئك يمسفر تعمالوا سويتش هم المؤمنون حقا تككلن يا مؤمنو شمالة النزينة جو أيه الله سبحانه وتعالى تككلن يا مؤمن مالة النزينة إنما بمن يجمروا النزين جليلو تشادلوا مؤمنوش كالنزي بهاريات اسم قلزة وعلى ربهم يتوكلون ودى الله سبحانه وتعالى بتشامل دكفونا جو. بل فوق هذا كذهم بلاي الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى التوكل شرطا للإيمان يا أندسو تككلن يا إيمانا لو لم ببالو مقلجا بهاريات رقوتال إيمان كلله توكل كلله إيمان الله ميلان الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله على الله بس لي بعلى الله لي فتوكلوا تدقفوا إن كنتم مؤمنين بتككل مؤمنا ننكالاتشو مؤمنا بالله مننا الكالاتشو بس بتشا تدقفوا والمعلق على شرط ينتفي بانتفائه باند نغر لي تنتلتل السوسيرك ابري وركال فاذا انتفى التوكل انتفى الايمان توكل كلل ايمان يلم الى الله سبحانه وتعالى يتوكل تلك درجه يالو اذا توكل عندين الدرجه كلو توكل من مالت ما هو التوكل توكل يقول هو التفويض الى الله في كل حال بيتين يوم تجباجاتين لا الله سبحانه وتعالى جمستت الله سبحانه وتعالى لي ممكات مالتنا حقيقة التوكل من دنا بزوجاتين يالتردان ونتبهين وإن شاء الله
የተውኩል ትክክለኛ መገለጫው ማዕናው ምንድነው? ትክክለኛው ተውኩል ማለት ትርጉሙ አልኢዕቲማዱ አለላሂ ማዓ ኢትኻዚ አልአስባብ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መደገፍ ግን ሰበቡን አድርሰ እሺ፣ ሰበቡን ታድርሳለህ፣ ሚገባውን ዝግጅት ታደርጋለህ፣ ከዛ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ትደገፋለህ። علماء من يلالو وحصل للناس فخم خاطئ لهذه العبادة لا توكل لم يبالو الله نمك قزات أينت سويتش يتساسات قن الزابي زوال يلالو علماء وچ. فالذي يرتبط بأذهان الناس سويتش انك الله تليالو يتوكل معنا أن لا يتناول الدواء مدو مسد وأن لا يعمل على مسرات وأن لا يدرس جيدا بدن بعلمات بدن بعلم أمار ويقول انا متوكل انا عبد الله اني الله ان مطرا باك با الله تمكتشالو الى قال العلماء منالو هذا كلام خاطئ يهي تساسات نغغر نو تككلنيو توكل مالت حقيقه التوكل باكاله لتسرا نو بمنتهى القوه اسكم تشرشا يا اهل فصامي درس كانه ليس هناك توكل لك توكل يلم يتبالك يمسل بأكال سببون تدرس على سكتش أفدرس كذابها لسا وتتوكل على الله كأن ليس هناك جوارح كذابها لا الله سبحانه وتعالى اللي تدق فاله لك يا درسك وسبب عندما يتقميها حل تقبب الله سبحانه وتعالى اللي تدق فاله من سبب على درسك حل سبب بتككل تدرسالك الله لي ما توكل اسكي مسل درس. علماء منالو القلب منقطع عن الأسباب متصل بمسبب الأسباب قلب أكاله سبب يدرسال يسرال مركاته توتال تكفرال تاتنال تقرطال إيه أكال الجوارح إيه نسرال قلب هسا لك سبب على درس كال الله سبحانه وتعالى تنطلطل الله الله أكبر من يالو تشاتشنا نين بتكل فهم يا درقنو والجوارح تأخذ بالأسباب أكالات أسبابو تشن يا درسال ليل نهار لليتم قنم فهو يعمل ويتناول الدواء ويدرس ويبحث عما قد ينفعه ودمي تقمو نقري فلقال يسرال يكفرال قلبه دموك ودى الله سبحانه وتعالى بتشيك قرطال بتكلهم فهم أرقاتشوتال توكل تككلن يو أكال السبب يا درسال قلبه دمو سببي على درسته الوداء الله تتقال بتكك المردات على ابني توكل معنا. قال سهل بن عبد الله، سهل بن عبد الله مبال تلك عالم من الالو، من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. حركة تنكسك سبب ماز يلم يالا سنة لي هي الساكر والتجت والسنة هي نبي سنة. ومن طعن في التوكل توكل دمو يتجسو يطعن يدرجسو فقد طعن في الإيمان إيمانا يوجز يتجسو إيمانا. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، توكل يا نبي صلى الله عليه وسلم هني تاجو حالات شونو، والكسب سنته أسباب ما درس ما كسب مسرات دمه سنة شونو. فمن عامل على حاله فلا يتركن سنته يا نبي صلى الله عليه وسلم حالات شون ودى الله سبحانه وتعالى موكلات شون يازسو سبب ميزونا برنا سنات شون ما يرسل الله. هي اتخاذ الأسباب سبب ما درس بأكاله سنة الأنبياء يا نبياتك سنانا فلقنا قرآن يتملكتنا لهن نبياتك سنان بتهكر سيدرسو تعالى. وهذا يعقوب عليه السلام، نبي الله يعقوب عليه السلام، يوسف عليه السلام لجاتشو نبينا ولجاتشو عند حلم ميقرم حلم يعني إشارة يا أهل بهلمو حلمو يا أيه حلم من دنو أسرى عند كواكب توج ساينا جاركا سجود سيور قلت يعني إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين جاركا ساي كواكب توج سجود سيور قلت بهلمو يعني لأباتاتشو متونا يا أباتي أباتي إني دينة هلما يوالوش نبي الله عقوب إيهن هلما هندف لك كورو لما نبتنا قرمان ما يدرس مني يا نبي الجار الله على لتم من ألوت يا بني أنت لجال لا تقصص رؤياك على إخوتك إيهن هلما هن لو ندموش ندات نقرات شو
فيكيد لك كيدا تنكول ياسير بحال دبا يسر بحال انيا اسرا عندنا اتشوا وندموچو تقبابان انيان لو دفيت يسجدوا لنيا لبلو يتناغرنا بلو حس دي غباچونا بانت لي تنكول ياسروا سلاميچيل يا بني لا تقصص رؤياك هل مهن انداه تنغراچو يسي سببون ادرسالوت هل مهن بمشفن سببون ادرس انجي انت نبي لج ادله ما ينكحل يهم حلمه لو دفيت تلك سو اندمتون يملكتالنا ابشرات تفرالالوت لا تقصص سبب يسدبقوا قالوت كزي ما الفو نبي الله يعقوب يوسفن اندالوت يفروت نغر الكرم وندموچ حيست استغبونا غدغواد استشمروت كغدغواد موتو تشتا بتشا يوسف طفاتشو كزام يوسفن فلغانا اغريتوم درق متوات سلنبره اهل فلغا ልጆቻቸውን ሲልኩት 11 የሚያምሩ ወጣቶች ነበሩ አንድ ምክር ሰጣቸው ሰበብ እንዲያደርሱ ምን አሏቸው ያ በነየ እናንተ ልጆቼ ላ ተድኹሉ ሚን ባቢን ዋሂድን ባንድ በር ተሰብስባችሁ ጋብላችሁ አትግቡ ወድኹሉ ሚን አብዋቢን ሙተፈረቃ ተነጣጥላችሁ በተለያየ በር ግቡ አሏቸው ሙፈሲሮቹ ምን ይላሉ እንዲያሉበት ምክንያት ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ልጆቻቸው የነብይ ልጅ ስለሆኑ ያምራሉ ጣም ውበት ነበራቸው የሰው አይን እንዳጠቃቸው ብለው ነው ይላሉ ሙፈሲሮች ሌሎች ደግሞ ምናሉ አይ ከፖለቲካ የተያዘ ጉዳይ ተሰብስበው አንድ ላይ ሲገቡ የሚስር የግብጽ አገር ንጉስ ሌላ ተንኮል እንዳያስብባቸው ብለው ነው ይላሉ ይህም ሆነ ያ ግን ሰበብ እንዲያደርሱ ነገሯቸው ምን አሏቸው لا تدخلوا من باب واحد باند በር እንዳትገቡ وادخلوا من ابواب متفرقه تنطاطلاچو بتلاي يبرغبالو ግን ይሄን ስላቹ ሰበቡን አድርሱ ነው እንጂ وما اغني عنكم من الله من شيء ካላህ ዘንድ ምጠቅማቹ ምንም ነገር የለም ان الحكم الا لله فردوا لله نو عليه توكلت الله ላይ ብቻ ተደግፍ ያለው وعليه فليتوكل المتوكلون تمكيوچ بسو ላይ ብቻ ይመኩ علماء منالو وهنا يكون التوكل حقا سببنا درسوار اندي بلاچو غبو اندي بلو ممر يا ستوار سبب نيه كزي بحالا لو توكل تكلنيا ميمطا منالو تككلنيا با الله ميدغفو سوتش بسو بيتشا يدغفوار سببون غير درسوار لجاچونم يوسف الصديق نبي الله يوسفنم بنملكت الله سبحانه وتعالى كتنبروبت يسر بيت يوتا وطاچونا يميسر نغوس ادرغاچو تقلق تلك مينيستر ادرغاچو وكذلك مكننا ليوسف يوسفنم اندزيو اسمچنوال غبصن اندي مروات ادرغن يعني اساچو زمن سر بيت است يالو نغوس كمهوناچو تلك مري كمدرغاچو فيت نغوسو عند هلميال يايو هلم مندنو سبات كسيتا بريوچ سبات وفران بريوچن سيبلوا هي يزين ترغم حزبون طيقو بيطيق لاقولت عالچالو يوسف هدو سيتطيقو فتولت فچو مندنو سبات يطغاب امت يمطال كذا بوحالا سبات يرهاب امت يمطال بلو سيفتولت نغوسو يان يرهاب امت ليقواقوام ميچيل لذي بروغرام ماوطات ميچيل حلمون كفتا وچ لينور اندما يچلا وكنا يوسف انتقلاي مينستر ادرغو شوماچو نغوسو ونبرون بتچا يزو نقوچالو يوسف يعني بروغرام اوت شوف سبب انديت اندازو بروغرام اقد انديت انداوتو تملكت من ادرغو ل 7 عامت بتقاب عامت 7 عامت وس اندي مرت مرت ادرغو 7 عامت كتمرت بوحالا مع صنبوله كصنبولو كنفريو كنزللاو مرتو اندي يقمط اندي كزن ادرغو 7 عامت ميكزنهل تنش تنش ييبلو كذا بوحالا دمو لدرقو 7 عامت ميون يا ترفو مرت يقمط منالو ثم ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياكل ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون لان انت استحصان يعني ادخار كم تاسكمطوت وجه يالون تتاچو اسكمطوت كذا مطفو 7 عامت يمطالو 7 كباد شديد يهونو عمتاتوچ يدرك زمان يمطالو يعني كسومبولاو كنزللو يتكمطو يوطا تمتو لشجرنيوچ يعني هولا አሉ شوف የ7 አመት ፕሮግራም እንዴት እንዳወጡ ስለዚህ 7 አመት ህል ተከማች ከነዘለላው ተቀመጠ 7 አመት ደግሞ ድርቅ መጣ ያየ ወጣ ለህዝቡ መታደል ተጀመረ ህዝቡን ለማዳን ከዛ በኋላ ሙሉ ተበልቷል አላለቀም ثم ياتي
من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون كذا بهلا يا زناب عمت سوش من ردبت عمت سلمي متى لذا زمن دم وزناب سيزن بميزرة تنشه اللي أسفل لقنبا يوسف منالو لذانو إلا قليلا مما تحسنون تكيت مكرت هل علي الزناب ممتعت واقعي نورو زناب سيمت أميزرة ترف مقبي أسفل لقنبا الله أكبر تخطيط عجيب ميقرم سرعتنا لسبات تامت يتقاب زمن اندي مرت على الربو بزابة مرت أول سبات تامت ملو دركون للشفن على الربو كذابو هلا الساعة دركون كاسالفو بهلا بادو على الكرم ياسكروا تدمون استحسان تنش ياسكروا تهل نبار يا أهل دمو زناب سيمت أتزرع داب ديس سلام سفن عقرات شولي انا ايه تخطيط بروغرام موتات سبب مدرس يا نبياتوش سنانو مريم الصديقة مريم عليها السلام ان بنا يدمو الله سبحانه وتعالى بميقر مهنيتا السبب اند التسيازات ان الملكة تعلقوا علي مريم اندم التاكوت نبي الله عيسى عليه السلام بتأمر أرقزاو هزبون دايات برهالي وطاج كزان برهالي يالج متومة تعبات فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة متو يقف الترات كدرك اي تمرزاف لهدا تدقفج متو صنابات دنقلنات لقاوتاتنات اوالاج سوك قولنو يلم اجوان اقروان ميزاتنكو بچوان مت ناتو شتاقو تالاشو يمت انكبادنت بچوان اماتج دكمج راسوان اسكت الادرس مجرشا عيسان ولدج يا اللي مجب اسفلقات الله لي مجبات فلقه زنبلو جنب ملائكه امطتو بي علالات من علالات بقرات حيل بتنطفطفوا حيلوا سبب ما درس علبات الله سبحانه وتعالى من علالات وهزي اليك انقسك شو وهزي اليك بجزع النخله تساقط عليك رطبا جنيا يتمر زاف وزوز وزوز صدرك ديت بلال تفرغوت شلال يتمر زاف يدرك يتمر جزع النخله 10 وطات بيغفوت انكم ينكسكس ادلم الله جمنا له وهزي اليك بجزع نك ادرغي بقرات حيل سبب ما درس علبات يعني مريم ستنكاو لسوا كرامانو اندال رطب تمر وردلات وكولي واشربي وقري عين ابي تجي عين شلجش اللي اصار فعلا علماء من يلالو بكرات حيل مريم عليه السلام سبب ما درس على لبات على الله ايه سن سبب ما درس يا نبياتوش سنانو شاعر الاسلام من يلال لو شاء الله ان تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سببه الله اكو زمرو لي مقباتي فيليكس አንቀሳክሽ ሳይሊ መግባት ይችላል ነበር ግን سبب ማድረስ ሁሉ ነገር ጋር የተያዘ አላህ Subhanahu Ta'ala ተፈጥሮ ሲፈጥራት سببን ከመሰብባቱ ጋር በማያያዝ ነው ኢንሻአላህ የቁርአንንም የቁርአንን አስተምህሮት سنመለከት ቁርአን አላህ Subhanahu Ta'ala ቁርአን ላይ سببን የተፈጥሮን ህግ አክብረን سببን አድርሰን እንድንሄድ ያዘናል አልቁርአኑ ይእምሩ ብሪአየት الاسباب ቁርአን ላይ ይሄ ነው مناገኘው و
واعد لهم ما استطعتم من قوه الى تشوال كهائل يشالاچوتون يال تزغاجولاچو ومن رباط الخيل فرسوچن بمغالب مسار بمازق تزغاجولاچو انيا مؤمنوش نن جيتاچن الله نو الله يردانا لا ميبال نغير يلم سببون ادرس كلن نغير يزو الله سبحانه وتعالى على سبب مسرات يشلال نغروكم فيكل جن عززنا عبادان سبب ما درس راسه عند الصلاه عند الصوم عباده نو ما درس ما شاء الله لبنا الله منال واعد لكم لطلاتوچاچو تزغاجولاچو ما استطعتم من قوه يمتشلوتن يال كاهل تزغاجولاچو على الله سبحانه وتعالى የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁት ተጨባጭን አይንዲ ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው ያቁም ይላል ኢማም ኢብኑል ቀይም ዛዱል መዓድ ሚባል kitabቸው ላይ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦርነት ወጣው ያቁም ዲራ የብረት መከላከያ የጦር መከራከያ ልብስ የለበሱ ቢሆን እንጂ ከዚህ አልፎ ኡሁድ ላይ ኡሁድ ጦርነት ላይ ሁለት ዲራ አድርገው ነበር ሱብሃንአላህ ሁለት ዲራ አድርገው ለብሰው ነበር የወጡት إذن يمؤمنو تشاكوا من دنو نبذر الحب ونرجو الثمر من الرب فريون انزرالن انكو تكوتالن وهانا تتالن عرمون انناقلالن فريون وطيتون كالله انتبكالن سبب سكج عفنا درسالن كزاوال يا رب انت كالفكت كلت ترو مرتلي وطعي جلب اباكن اهن يمؤمنك هيد روى الترمذي من حديثي أنس أنس باستلالفوتنا الترمذي بزقبوت حديث لي قال قال رجول عند سؤال يا رسول الله أنت يا الله ملك تنياوي أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قملوني زوك النبي صلى الله عليه وسلم قام سكير لي قبع نبر من هلاتشو أنت يا الله ملك تنياوي إيشن قملين لفتات لك كأت بأ الله لوكل لتوات مريتي الله نص يا الله نت الله يطبق لي يال ويس لسراتنا بأ الله لوكل علاچو نبي صلى الله عليه وسلم لسوم لامتاچو من ميطق تلك مكر سطون منالو اعقلها وتوكل سراتنا بأ الله ليتمك سببنا درس بدن بسر لزاني اغري سو من يلال جملين ما سرالو بأ الله من موكل علو يلال تككلني يتوكل جنزابي مالتي هنا እህቴ እንበል ትዳር ባልደረባ መጣልሽ ዲው ስታዩ ዲነኛል ይመስል ይችላል ማጥናት አለብሽ ሰበቡ ማድረስ አለብሽ አላህ ይበቃኛል አላህ ያመጣልኝ ይህን ትዳር ምንም አልሆንም የሚባል ነገር የለም ልጁ እንዴት ነው ዲኑ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ዲኑንና ስነ ምግባሩ የምትወድሰው የምትወዱት ሰው ከመጣ አጋቡት እንዳሉት ይህ መስፈርት አሟልቷል አይ اخلاقه እንዴት ነው ዲኑ እንዴት ነው ስብሒ ሶላት አመልጦም ወይ ዳዕዋ ለይስ ዲኑ እንዴት ነው ይህ ማጥናት አለብሽ ባልሽ የመጣልሽ በደንብ ማንነቱን ታጣሪያለሽ አላህ ላይ ትመኪያለሽ ግመልሽን ታስሪያለሽ አላህ ላይ ትወክያለሽ ትክክለኛው የተወኩል ፈህም ይሄ ነው ሲይ ሰበብ እናደርሳለን ከዛ ወደ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ኸይሩ እንዲመርጥልን አላህ ላይ እንመካለን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሓታ ቁርአን ላይ ስንመለከት የተከበረውን يوم الجمعه يتكبرون جمعه قُجِب لاچو صلاه كسجداچو بهالا اغر زرغتاچو الوارل من الله سبحانه وتعالى قران لي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صلاه الجمعه الصلاه اند چرساچو فانتشروا في الارض الله مريت لي تبتلوا وابتغوا من فضل الله كالله صدق فلقوا تنكساكسوا علماء من قالوا وهذا فهذا هو شأن المسلم يا مسلم تككلنيا هنيتا يهنو عمل وبيع قبل الصلاة كصلاة بفيت يسارال من إلال ولكن إذا نودي لجمعة عزان ستر وذروا البيع تبلوان نقدت له ده صلاة مدان صلاة اندال لك سقرع منال فانتشوا تبتلوا كصلاة بفيت سرا نقد لينو سبب يدرسال كصلاة بهلا دمو سبب يدرسال يبتنا يا مؤمن تككل يا مقلج أو يهنو سيدنا عمر رضي الله عنه عندي جمعة صلاة السجدة وجرسوا سيوتو يتوسنوا سوج مسجد لي كتش بلو قرر موناتشو نو عطوتو من دي سيلواتشو أي نحن المتوكلون أي نعم الله لي من الدقفنن
አንወጣም በአላህ ነው ምን መከሩ ሱብሃንአላህ ሰይድና ዑመር አንዴት ዱላልቻቸው አነሱና እነዚህ ሰዎች ራስ ራሳቸው መጥቱና ምን አሏቸው ኢነ ሰማአ ላ ቱምጥሩ ዘሀበን ወላ ፍዳ ሰማይኮ ወርቅና ብር አታዘንብም ምታዘንበው ዝናብ ነው በወረደው ዝናብ ቆፍረን አርሰን ምን በላ እንጂ በታሪክ ዝናብ ሰማይ ዝናብ እንጂ ወርቅ ብር አውርዳ አታቀም ሰበቡን አድርስ ሁጡ ከመስጂድ አላሁ አክበር አሁን ሰይድና ዑመር በዘመናችን ቢመጡ ስንቱን ወጧት በዛሽ ዱላችሁ ይመጡት ነበር والله ከአባት እናቱ ብር ብቻ ይወስዳል አሜሪካ ዘመድ ይኖርለታል ይልክለታል እናቱን አፋጥቶ ይቀበላል ቁጭ ብሎ ግሩን ዘርግቶ ሽሻውን ይሳብ ሲቀም ይውላል ሰበብ ማድረስ የለም እንዴ ሸክም ኢስላም አላዘዘንም ኢስላም የሥራ ዲን ነው ሰበብ ማድረስ አለበት አሊያ ውድቀት ላይ ነው ምን ሆነው ገጣሚው ምን ይላል ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينه لا تجري على اليابس انت سلامن ድልም ማግኘት ትፈልጋለህ ነገር ግን መንገዱን አልተከተልክም ቁጭ ብለን ያለው ان السفينه لا تجري على اليابس መርከብኮ ሰፊናኮ ኦዋሌንጅኮ ደረቅ ቦታ ላይ አትደም መስራት መንቀሳቀስ አለብህ አላህ ሪዝቅህን የሚሰጠው ሰበቡን ስታደርስ በዛ መንገድ ነው የሚሰጠው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያለ ሰበብ መረዘቅ ቻይን ነገር ግን ሰበብ እንድናደርስ አዟል ስለዚህ ወንድሞች መንቀሳቀስ አለብን ጃአ አን ኢብኒ አባስ ረዲየላሁ አንሁ አን ኡናስ ሚን አህሊ ልየመን ካኑ የሁጁነ ወላ የተዘወዱን የየመን ጎሳ የተወሰነ የየመን ጎሳ ነበሩ ወደ ሐጅ ስነ ስርዓት ሲሄዱ ስንቅ አይይዙ ዝም ብለው ነበር የሚሄዱት ለምንድነው ሲባል ወየቁሉነ ነህኑ ልሙተወኪሉን በአላህ ላይ የተመካንን ስንቃንዝ ሰበብ አናደርስ ይሉ ነበር ፈኢዛ ቀድሙ መከተ ሰአሉ ናስ መካ እንደገቡ ይቸግራቸውና ሰው መለመን ጀመሩ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን አወረደ እነሱን ተችቶ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا سنك يا زو فإن خير الزاد التقوى كم تزو السنك بلاجو اللهم افراتنا كم تزو أكالاوي سنك ماتيريالي قوس أكالاوي سنك واستجربة وانا ودمو من دنو تقوانو واتقوني يا أولي الألباب እናንተ የልብ ባለቤቶች እኔን ፍሩኝ ይላል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለዚህ ሰበብ ማድረስ የግድ አለብን እሺ ሐጅ ስትል ስንቅህን ይዘህ ለቤት ሰሚገባውን ትተህ ነው መሄድ ያለብህ እንጂ እኔ በአላህ ላይ የተመካው ነኝ የሚለው የቁርአንን ግንዛቤ ሳት አባባል ነው ስለዚህ ሰበብን ስናጠቃልለው አንድ ቃኢደቱን ዘሀቢያ ልክ ወርቃዊ መመሪያ ይዘን ነው የሚገርም መመሪያ ዑለሞች የተናገሩታሉ እሱን አስቀምጠን ነው ዑለሞች ምን ይላሉ ተርኩ ልአስባቢ ማዕስየቱ አስባቡን አለማድረስ ወንጀል ነው ይላሉ ወልዕትማዱ ዓላ ልአስባብ ሽርኩን ደግሞ አስባብ ላይ ሰበብ ላይ ደግሞ መደገፍ ሽርክ ነዋል ምን ማለታቸው አንተ አሞ ዶክተር ዳ አለመታከም ሰበብ አለማድረስ ወንጀል ነው ታመ ችግር ቢደርስብህ እግር ቢቆረጥ እጅ የሆን ነገር ቢል ታክመ መዳን የቻልክ ወንጀለኛ ነህ አንተ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ገብተህ አላህ ሙስሊሙን የምትረዳበት የሙስሊሙን የተማረ ኃይል የምትጨምርበት ቁጥር የምታበዛበት ደረጃ ላይ ሆነ በደም ሳታጠና ብትባረር ዩኒቨርሲቲ ወንጀለኛ ነህ ሰበብ አላደረስክም ደግሞ መድኃኒት ወሰድክ ሰበቡን አድርሳል ማሻአላ ግን መድኃኒቱ ነው የሚያድነኝ ብለህ ከተደገፍ ሽርክ ነው ከኒናውን ከአላህ ስብሐነ ወተዓላ ጋር ያወዳደርከው ይሄ ዶክተር እንጂ ሌላ የሚያድነኝ የለም ካልክ ይሄም ሽርክ ነው ተግባባ ዶክተር ሰበብ ነው ግን ዋናው የሚያድንህ ማን ነው? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። በሱ እጅ ነው አላህ የሚያድንህ አንተ። ተግባባን? ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም አንዴ ሁዳ ከማ ወረደ في الاثر በዘገባ እንደተላለፈው ነብይ ሙሳ አንዴ ሁዳቸው መጣም ይቆርጣቸዋል። ሁዳቸው ቆረጣቸው ወደ አላህ ሄዱ። የሁሉ ነገር መፍቴ እሱ እጅ በሆነው ያ ረቢ ሁዴን ቆረጠኝ ምን ላድርጋላችሁ? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያ ሙሳ ሂድና ዛዚ ቦታ ላይ የሆነሽ ቅጠል አለሽ ቁርጥ ብለሽ ይሻላል ነቢ ሙሳ ሄዱና ሰበቡን አደረሱ ቆረጡና ሲበሉት ያንን ቅጠል እንዳለው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ተሻላቸው ሌላ ጊዜ ከብዙ ዘመን በኋላ ይሄ በሽታ ዙሮ ተነሳባቸው ሮጡና ያችን ቅጠል ደው ቆርጠው ያችን ቅጠል ለምታድነኝ ብለው ቆርጠው ሲበሉት ያ በሽታ ጨመረባቸው ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እጃቸው ወረሱ ያ ረቢ ካሁን በፊት ሆዴን ቆርጦኝ አሞኝ
ምድንበት ስለያችን ቅጠል ብላ ብለህ በልቼ ተሽሎ ይነበር አሁን ያው በሽታ ሞኛችሁን ቅጠል ዙሬ ሰበላት በሽታው ባሰብ ጌታ እንዴት ነው አሉ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምን አለ ያ ሙሳ ፊት ሲያመ ወደ ማን ሄድከው ወደ እኔ ነው የመጣው አሁን ሲያመ ወደ እት ነው ሄድከው ወደ ቅጠሏ እኮ ነው ሄድከው ልብን ሙሉ ለሙሉ ወደ እሷ አድርገ ቅጠሏን እኔ እንድታድን ባዝ እንጂ እኮ የማዳን አቅም የላትም። አላሁ አክበር። ስለዚህ ሰበቦች የማዳን አቅም የላቸው ማጋነ ምን ወክል አላህ ጋር ግን ሰበብ አድርሶ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ብሎናል። ሰበብ ላይ መደገፍ ሰበብ ላይ መመካት ጥፋት ውድቀት ነው። በጣም የሚገርማችሁ ሙእሚኖቹ መካን ከፍተው ካሸነፉ በኋላ ለመጀመሪያ ያደረጉት ጦርነት ሁነይን ይባላል ጦርነቱ። በዚህ የጦርነት ዘመቻ ላይ ሙስሊሞች ከወትሮ በተሻለ መልኩ በቁጥር የበዙበት ወቅት ነው። በጣም በስተው ወደ 12 መካን የከፈቱት 10000 ዘይሰለማ ወደ 12000 አካባቢ ነው የዘመተው። ያኔ የተወሰኑ ኢማናቸው ደከም ያሉ ሰሃቦች ምን አሉ نحنو لا نغلب اليوم من كل اهل ዛሬስ ብዙነን የሚያሸንፈን የለም ይላሉ። በውስጣቸው በብዛታቸው ተመክተው አሉ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዳ መብዛታችሁ ነው የሚያዋጣችሁ አለና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካፊሮቹ ከቀይ ከግራ በወንጭፍ እንዲያጠልፏቸው አደረገ። ከቀይ ከግራ ሱሐባው እንዳለ ሸሽቶ ሮጠ። ነብዩና የተወሰኑት ብቻ ነው የቀሩ። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን እንዴት ተሸሻል የት ነው የምትሉት? እሳቸው ጀግና ነበሩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አነ ነብዩ ላ ከዚብ አነ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ያሉ ነበር የገሰገሱት ጦሩ እየተወረወረባቸው ፊት ለፊት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ታሪኩን ይህን ታሪክ ሲገልጽ ምን አለ ወየውመ ሁነይን የሁነይን ወቅት ላይ የሰሩትን ጥፋት ኢዝ አዕጀበትኩም ከሰረትኩም ብዛታችሁ አስገረማችሁ ፈለም ትግኒ አንኩም ሸይአ ብዛታችሁ አልጠቀማችሁ እኔን ከተዋችሁ ብዛት ምን ይጠቅማችኋል ወዳቀት አለይኩም አልአርዱ ቢማ ረሕበት መሬት በስፋቷ ጠበበችባችሁ ثም ወለይቱም ሙድቢሪን ዙራችሁ ሩጫችሁን ሄዳችኋል። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ سبب لي مدقف ودقت قلنا الله سبحانه وتعالى التواتشهم ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة بزبوطة رتواتشوها بتالي حنين اللي كوراتشو بات كان ببزاتاتشو يعني من رتاتشوها اللو بلو رجتشاتشوها اللو بلو قرآن لي إيهن كسة تقلز أنا إن شاء الله سبب لي مدقف ودقتنا سبب ما درس على بنت الزنال سبب لي مدقف دمو طفاتنا سبب يعني هنا نقر لي مدقف دم أضل سبيلا መድኃኒት ሰበብ ነው። ሰበብ ያለውን እንጨቱ ድንጋው ላይ የሚደገፍስ ይሄ ደግሞ ከመስመር የወጣ ነው የተሳሳተ ግንዛቤ ነው። اذا انت سبب ادرسه ከዛ ውጭ ያለውን ነገር አላህ ኃላፊነቱን ወስዶልሃል አትጨነቅ። አንተ የምትችለውን ጫፍ አድርስ እንደ መሪም አለይሂ ሰላም ነካ አድርገው አላህ ይደርስልሃል። የምትችለውን ኃይል ኃይል ህድ አላህ ለለ ما تعجز عنه الاسباب تكمله القدره للمتوكل ሰበቡን ካደረስክ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አለለ። فهذا نوح عليه السلام نوح عليه السلام حزبوچاچون 950 عام ل 1050 عام اسكيقرو درس تطالو دعوا ادرغو بقنم بليتم ببيچام بمسترم يچوهم قسم بلو حزباچون طرو ليسماچو عالشالم حزبو تقطو 950 عام دعوا ادرغ قال السمام الله اندو ادرغو منالو ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ጌታይ ምሪት ላይ ከካፊር ነዋሪዎች እንዳታስከ እንዳላጥፋቸዋል እንግዲህ ሊጠፉ አይደል አላህም እሳቸው እንደው አስጃብ አደረገ። ምን አላቸው ግን እንዴ ዝም ብለ አንድ ቦታ ቆም አላለም ሰበብ አድርሳላቸው ወስናዒ الفልከ بأعيننا ووحينا ፉልክ መርከብ አንተና ህዝቦች ምድኑበት ተሳፍራችሁ መርከብ ስራላችሁ። ሱብሃንአላህ ነብዩላህ ኑህ አለይሂ ሰላም እቺ መርከብ ሰሩት። እንግዲህ በዛን ዘመን የተሰራሽ መርከብ ሰባት ከተራ እንጨት ከተራ ጣውላ ከተራ ነገር ነው የምትሰራው ማስተሽልን ለሆነ ማጣበቂያ ዘመናዊ መሳሪያ ብቻ ጠገንገና አድርገው ሰሩት ነብይላህ ኑህ አለይሂ ሰላም። ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጣው ወረደ ففتحنا ابواب السماء سماءين كفتنا بماء منهمر بمسنبوا وفجرنا الارض عيونا مريت اندم افلقنا فالتقى الماء وهو تغناني على امر قد قدر كتوسنلت بوتا كلا يميوردو كتاش ميفلقو تلاتنا حسبو الله الله تفو الناسو غير ياي بزي يشي مركب الناسو نيزاچو مهر جمرچ الله قران لي من يلال وهي تجري بهم وهي تجري بهم في موج كالجبال
موجه كونه ما أبلو اند ترارا كالجبال كافو التشبيهنات اند ترارا كتقول لو كتكمرو ما أبل لي اتشي كنش اتي تسرح تران اتي تسرح مركب يزاد شو تهل نبرا الله أكبر يقد سبب مدرسة لبا اتشي كتران اتي تسرح مركب متادن هنا دلو سبب مدرسة لبا ሲ ሰበብ ማተስ ያለብን አርኪኦሎጂስቶች የቅሬታ አካል ተመራማሪዎች በዘመናችን የኖህን መርከብ አገኘናት ይላሉ። ቅሬታ ካር ተመራማሪዎች ሲያጠኑ የኖህ መርከብ ያን ይዳነባትን አግንተናታል ይላሉ አርኪኦሎጂስቶች። من أقم نوراتنو يعني أن ترارا يتقول للماء بل بزو سويزا كسبا من عم بلا هزبيزا متنك ساكسو سبب أدرسو الله سبحانه وتعالى ليلة ونقر يسوح على فينتنو سبب ما درس ألبن نبيات صلى الله عليه وسلم بن ملكت يوم الهجرة هجرة الرقبة كان ولا من ناقو كستتنو محرم ورلي مالتنو إن شاء الله نبي صلى الله عليه وسلم حزباتشون لأسرى سستامت وحي كورد الله شو بحالا لأربامت دمو بسنة مقبارات وحي سيورد الله شو ودهمسا سستامت بدمر حزباتشون دعوة درقوا الله شو لي سموات شو هالشالو بل هنكتتن يامن قد كمكتل ألفو انقل الله شو هالن بلو السلو لي قلوا شو تسبسبو شو رادر قوا أصدقوا يعني جبريل وردنا يا محمد زاري أنت محمد بيته اندات تادر قريشوش أنت اللي مقدل يتزقات جنو سلزي هوت أحجرا وطالات نبي صلى الله عليه وسلم يقول علماء انظر إلى تملكت كيف أخذ بكل الأسباب الممكنة للبشر لسولج مقباون سبب انديت النادر رسو نبيات شن تملكت خطط فأحكم التخطيط بروغراموت أصمروت ورتب فأحسن الترتيب سرعات أساسوت أصمر وأساسوت وعد لكل أمر عدته المناسبة ليان داندو ميقبون سنك إزاو الله تنبار بتأم ميقرم بروغرام نبر نبي صلى الله عليه وسلم يوطوت والله بروغرامات شون أون كنا نتقى ديسك سادر قوان أن دنيا وداو بوكر بيت ظهور لي قريشو بي بيتو ميقبابت موكتن يوقت لين يمدوت أبو بكر بيت متونا ما نمن دايات شو مالتنا ساتشون بذا ساعت متو سلماكو هزبو ماك أون ساعت متو أبو بكر بيت متونا وكو كنيا أبا بكر هجران دوت أتسجلو على وجه أبو بكر الصديق الصحبة يا رسول الله أبري قزلوتا إيجي قيرو تكافيلو هنالو نبي يفكر اللت شوف عند بزي ساعت متو هلت تنيا لقزو إيكونومي أسفل لقال قوسا كالاوي حيلي أسفل لقال أبو بكر الصديق 40 دينار يازن دينار مالتي ورق سانتي 40 دينار ايكونومي اسفلك زين بلا يوطا مغواغواجا فرسوش منامنوتش يازو ابو بكر الصديق ሁለተኛ يوطوت شولكم سيوطو قريش ندايواچو اني نبي ني بقلوط علالو بلليت ني يوطوت ሶስተኛ يميدبقوبتن واشا قدمو ازغاشتو نبا غارو ثور ثور ميبالون واشا قدمو ازغاشتو نبا هجرا كموطاتاچو بفيت بتام ميغرمو دمو غارو ثور ميغنيو እሳቸው መድም ይፈልጉት ወደ መዲና ነው መዲና የምትገኘው በስተሰሜን ነው እሳቸው ግን የሄዱት ጋሩ ثورም ይገኝ በስተደቡብ ነው ሱብሃንአላህ እሺ መድም ይፈልጉ ቁረይሽ ለማዘናጋት ነው በመዲና ነው ብሎ ሲከተሉ እዚ ቆይቶ ዞሮ ለመሄድ አስበው ነው ጋሩ ثور ያለው በስተደቡብ ነው መዲና ያለችው በስተቀኝ ናት አምስተኛ አሊይን የ20 አመቱን ወጣት አሊይን ቁረይሽን ለማዘናጋት ፍራሻቸው ላይ እንዲተኛ አደረጉት አላሁ አክበር علي فراش لي تنيالو تاستنيو منو قريش بيتاچون كبوت نبره سلازي تنيتو على التنسام يالو ليليتو سكال فدرس بوزو رجم غزو لمهد علي نساچون اسمسلو استي قريشوش بق يالو يا تنيتو على غنانا يلالو شوف انديت ياسناقواچ شوف بروغرام الله اكبر سدستنيا منجد ميمراچو عبد الله بن اريقت عبد الله بن اريقت ميبال አይኑን ተጨፍኖ እንኳን በሄድ መንገዱን ያቋል የሚባል መንገድ መሪ አለ ስፔሻል የሆነ መንገድ መሪ እሱን መረጡት
ይሴ መንገድ በቀጥታ የሚመራቸው። ሰባተኛ ዋሽ ሰባተኛ ዋሻው ሲቀመጡ ይሁን ነገር የሚበሉት ያስፈልጋል። ምግብ አመላላሽ ኃይል ደም አስቀምጡ። ማን አስማ ቢንቱ አቢ በክር ያቦክር ስድቅ ልጅ አስማ ምግብ እንድታመላልስ አደረጓት። ዋሻው ሶስት ቀን ነበር ያቆዩት። ስምንተኛ ቁረይሽ እንዴት እንደዋሉ ምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል። ይሄን ኢንፎርሜሽን አምጥቶ የሚያደርስላቸው አብዱላህ ኢብኑ አቢ በክርን አዘጋጁ። ያቦክር ስድቅ ልጅ አብዱላህን አዘጋጁት። ዘጠነኛ አስማ ምግብ አድርሳ ስትመለስ የሷን ኮቲ ተከትለው ቁረይሾች እንዳያገኙአቸው በሷ ኮቲ ላይ እንሰሳዎችን የሚነዳ ኮቲዋን ለማጥፋት ማለት ነው እንሰሳዎችን በጎችን ፍየሎችን የሚነዳ አሚር ኢብኑ ፉሃይራ የሚባል ሰው አዘጋጅተዋል። ያቦክር ስድቂ ባሪያ ነው የነበረ ዝርየቱን ባዕዷ የሚባል ያቦክር ስድቅ ቤተሰብ እንዴት ሂጅራ እንደተሳተፋየ ዋናው ነጥባችን ግምድ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነቢይ ነኝ ምናምን አላሉ። ሰበቡን አደረሱ። ዑለሞች ምን ይላሉ? ነቢይ አይደሉም እንዴ ይላሉ። እሴ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አይደለም ከመካ መዲና ማድረስ ቀርቶ ቡራቅ የሚባል የጀነት ፈረስ አምጥቶ ወር የሚያሰድ መንገድ ከመስጅድ አልሐራም ከቤት ከመስጅድ ከመካ እስከ بيت المقدس مسجد الاقصى درس ما درساتو ببراق ني وسداتو باندي سنت تامر اسياتو بذا غزو له كزام بوحالا نبياتن مسجد اس كاسجدو بوحالا معراج مسلال تزرغتولاتو عرش درسو متوال سبعتون سماي تكفتولاتو نبياتوچن كذا تغنايتو صلاه تقبلو ني تملس النبي صلى الله عليه وسلم يهولا سيون يلال علماءچ فراشاتو لي يتنيوبت فراش البردم سبحان الله كمكة بيت المقدس دو كبيت المقدس سماي عرش درسو سكيماتو يهنو لألم قوميتو سنتامت ميقوبيني نقر قوميتو تملسو سيماتو فراشاتو البردم نبا يهني هذا الرقاء الله سبحانه وتعالى الساتشو نابوكرن بملايك عسن السطو مدينة لكو جمارة قيشل وهو على كل شيء قدير شينو الله قن لأنه معلم لأنه قدوة حسنة استمارينا جوا سبب بمعز أمتاتشون قرآن اندا قرروا سبب انديت اندمي يازما استمارا لباج إسي يا الله اندي تاني تستماري نبرو نبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليك الله يا رسول الله قن يهو الله سبب أدرسه نبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا كله استطاع القوم أن يسيلوا إلى الغار يهو الله سبب قنيزو سبب والتكماتشو إسي سببنا درسوا نبر على تكماتهم قريشوش درسوا باتشو حين ذاك قريشوش واشاهم فلقوا سيمتوا باتشو أبو بكر أياتشو من هل قال أبو بكر مشفقا دنقتو دمسون كسادركو من هل يا رسول الله أنت هلا ملكتنيا لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا عندنيا وكو زك بلو دقرو بملكة يهين نبر على تشو نبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين كالله لك تلقف فطران بلاج وين بروت منالو يا أبا بكر ما ظنك باثنين أنت أبوكر هلتنو الله ثالثهما سوستنيا الله يهونوتن هلتهونون سوستنيا شو الله يهونو سوجن من يأغنيا شوالي لتفرال لا تحزن إن الله معنا الله كو كين يأغان إيو الله كو يازنو سبب رونجي من مكياتش مان الله سبحانه وتعالى إذن قطعت الأسباب سببه لا سيقرط ما نياله الله جل جلاله يتدقف بيت الله سبحانه وتعالى ما التواتشو من على فأنزل الله سكينته عليه الله بسلي من رقاقات لب لي سكينا رقاتا أو ردبت وأيده بجنود لم تروها إن أنت بما تياتشو يا الله سبحانه وتعالى سراويت أرده إلى الله الله سلي يتدقف باريا ترويت له الله ودسوي تمكان باريا دقافيون الله جل جلاله نبي الله موسى عليه السلام بتولد بت زمن عند كباد كست تكست يا من لنو فرعون عليه من الله ما يستحق عند حلم عيال يا حلم سيفتالت من لنو بسو زمن ميولد حصان الله كميولدو كبني اسرائيل حصاناتوچ است عند سو الله لو دفيت بسو سو يانت سلطان يودمال ينكوتاكوتال بلوت حلمن ترغمولت يعني فرعون عند اقوام لي درسه بزان زمن ميولدو حصاناتوچ ماطفات
إهين السنة يضبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سيتوچن بهوتي تواچوال وندوچن ياردو نبر اندال الانسانات يتولدوتن بزان زمن نبي الله موسى عليه السلام تولدوا كناتاچو يعني الناتي تفرج يقلوبنيال بلا ستفرا الله الهام سطات اسوقات من علات الله سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ودا نبي موسى اناتنيا وحي وردنا ان ارضعيه اطبق لجشن فاذا خفت عليه كفراش يقلوبنيال بلاش فالقيه في اليم وانزلي بساطنا برقش طيب ولا تخافي ولا تحزني اتفري اتكجي انا رادوه اليك اتكجي اتفري اني نملسوا لنا ودانشي وجاعلوه من المرسلين كتكبروا نبياتكم ملكتيكم من ادرغوا لنا علت علماء من يلالو هل سمعتم في الدنيا وتاريخها بالدنيانا باسلفچو تاريخ است اين وري سمت تاقالو هي ان ام يقال لها ان خفت على ولدك فالقيه في البحر بلجش لي كفراش ونز لي طايو يتبالچ اناتنا اين يا الله انت زاس سمت يطالچ انات تاريخ سمت تاقاله يا براكون كفاي بساطن ادرغو ونز لي تطلالچ نعم بالله تمكاچ يا الله انت زاس تقبلچ نبي موسى عليه السلام بحر لي طالچو بطالچو غزي ايي ونز أبايا ندى ما أبلو يندى فرعون بيت من قسبر اللي وصدو تعالو لي قالو كم يسددو علماء من إلالو زيلي الله سبحانه وتعالى اندي مالتون أنت فرعون موسى اللي تقلل لدل إهنو اللاز أن يقدل كالو بسو سبب عدل بل انقدى أنت نميات أفعانسو موسى بيت أهمتو عالو كبيتي أنت مقبلتو يدرها يدقال يعني أنت ننكبكاب يقنيال نقسلت أنا بانتي ودمالي يالو نوار لك ببيت من قصو تقصي هون أيوت سوج ودبال بيتيتو سي وصدوتو دمستيتو الله سبحانه وتعالى ستاي اندي ودد عرربوت ميامر مياقوا قواسان عدرقو موسى عليه السلام وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني لك ستاي مياقوا قوا الله محبون لك ستاي مفكر عدرقو لك فرعون ميست موسى تكفتو تستايو قرة عيني اللي ولك ينين أنت يا إني ما رف يقنين لا تقتلوا اندات قلوا عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا سو ساي سما لجادر قن نزوال لجي الله تشو نبرا ويملو في تيتك ماري هون على الو اندات قلب يا إني ما رف يالج الله اندي ودد على الرقو كذا نبي موسى نسو عزتشو قوي رابو مالك اسمه جوه جمب توت سيسيتوش توت بيكرب اللت يهولون توت على التبع ماله الله سبحانه وتعالى القرآن اللي اندمينو وحرمنا عليه المرادع من قبل توت يسون توت يتبالي كلك اللبتالي لناتوك القبتالي لناتو توت اندي تبالي عدرقونا الله سبحانه وتعالى اندال تكلك اسانو يا لقسال يفرعون ميست يفكرتشوني وددتشوني هيلج يالك سباتنا فرعون سو كالام التحليل يتبو ميشلالج سيتي لكو جباي فرامنونا فرعون سراويتو السول اللي هتقبه وميشي البيت الزمد ما فلالك جمع سيفلالك يا نبي الله موسى اهت السول قصي تكتيو تبلا نبر ستكتل من فلقات شنو يسو يقرب الزمد يهون امي هتقبه لتقو ما تشوهن جاب اهون قدام ما اجرم برمي ستشان اصايين يا نبي موسى النات بسنت سراوي تجبا متاج فرددناه الى امي ودناتو ملسن على الله قدم من بلوات نبال إنا رادوه إليك انمل سوالا وجعلوه من المرسلين بلوك ألقبتو اللات نبال فرددناه إلى أمي هالا قرآن لي ودناتو ملسنو علمش من إلالو علمش من إلالو انتبه معي أيها الأفاضل زيقا أستنتنا نقيل اللو وأم موسى الآن في قصر فرعون تضم موسى إلى صدرها وترضعه يا نبي موسى ناتوني اللات يتستنو فرعون بيتمن قستستنو ميامر ونبر لي تكمتا موسى اللي جهني راسو اللي جي يطباتش وفرعون يجلس الى جوارها فرعون دمو كسوها تقي تكمتا يأمرها يزتا ارضعيه اطبيو نوملش اكرميه تنكباك بيوكو نوملش اشبعيه اطبيوكو نوملش الله اكبر لي قل له كوسي السدد ينبرونه يقول العلماء وبالامس الكريم كانت ام موسى تخشى على موسى من فرعون وملئه ك
ከትናንት በፊት የሙሳ እናት ፍራውን ልጅን ይገልብኛል ሙሳን ብላ ከፍራውና ከሰራዊቱ ተፈራ ነበር وهي الان ترضع موسى في قصر فرعون بامره አሁን ደሞ ከፍራውን ቤተ መንግስት ላይ ቁጭ ብላ በፍራውን ጠንከር ያለ ተዛዝ ልጅዋን ተጠባለች الله اكبر انه حلاوه التوكل توكل مالتي هنا ودع الله سبحانه وتعالى يتطق عيودكم ليجدل ينبرص انا بكبر كناتو تجي تبال الله على كل شيء قدير